السيد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، السيد رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيد مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الشارقة، السيد نائب رئيس جماعة تطوان، السيد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المغربية، الشاعرات والشعراء والمشاركات والمشاركين في هذه الدورة، حضرات السيدات والسادة، لأول مرة في التاريخ لم يعد النجوم يظهرون في شاشة السينما، بل صاروا يجلسون في كراسيها. نعم، مهرجان الشعراء المغاربة، نعم الدورة الرابعة. الحمد لله، هذا من فضل الله طبعا، يعني محبة الناس هو الشيء المبتغى، يعني هو الشيء اللي كنطلبوه انا دائما، ومادام بعد هالتاريخ ما بعد يعني اكثر من 30 سنة ومازال الجمهور كينتظرني بهذه الحفاوة، فاكيد شيء كيفرحني، طبعا شيء كيفرح الجميع. اذا ها هي مدينة تطوان تبتهج بانطلاقة الدورة الرابعة من مهرجان الشعراء المغاربة، فبعد سنوات الجائحة ها هو المهرجان يعود من جديد باعتباره واحدا من أكبر التظاهرات الثقافية التي تقام في هذه المدينة، بل إن هذه الدورة افتتحت الموسم الثقافي هنا في مدينة تطوان بل وفي المغرب، وافتتحت سلسلة مهرجانات الشعر العربي التي تقام في مختلف بيوت الشعر العربي عبر أرجاء الوطن العربي، تظاهرة كبرى بحضور نحو 1000 شخص في قاعة سينما. هذا الأمر كان شبه مستحيل بالنسبة إلى التظاهرات الشعرية فيما مضى، أن نكرم واحدة من أبرز الشاعرات المغربيات والعربيات الشاعرة وفاء العمراني، وأيضا الكاتبة والباحثة المغربية ابنة الصحراء المغربية العالية ماء العينين. أقمنا حوارا بين مختلف البنون، بين الشعر والتشكيل، من خلال استضافة 20 شاعرا 20 فنانا تشكيليا. أيضا أقمنا حوارا ما بين الشعر والموسيقى، وتوجنا هذا الحوار الثقافي الفني المغربي العربي بحفل فني كبير مع الفنانة الكبيرة والمقتدرة لطيفة رأفت، لتتواصل في اليومين المقبلين فعاليات هذا المهرجان الشعري الكنا. تطوان غزالة ومواليها غزلان، وكنفرح دائما من كنجي وكنشوف تطوان دائما ديما، رغم الأزمات، رغم الأزمة اللي دوزت كورونا، ورغم الأزمات اللي تدوز في هذه المنطقة الشمال، تطوان دائما في التقدم. هذا طبعا الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى ومن بعده صاحب جلالة نصر والله محمد السادس، ونتمنى ان شاء الله لتطوان انها ما تزهرش فقط في الصيف، لان انا كنجي في الصيف وكنجي دابا كنشوف شويه واحد نتمنى ان يكون نشاطات كثيره في تطوان، باش يكون تطوان صيف وتطوان شتاء ان شاء الله بحول الله. الدكتور العالية ماء العينين، استاذه بجامعه محمد الخامس في الرباط وكاتبه، سعيده اليوم بوجودي في مدينه تطوان بدعوه كريمه من دار الشعر لهذا التكريم الذي اعتز به، تكريم لانه اولا تكريم في مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء، وخيمه الشعر هي الخيمه التي تجمعنا دائما، ادباء باحثين شعراء روائيين، الكل يجتمع تحت خيمه الشعر. شكرا جزيلا لدار الشعر، شكرا لها ايضا على هذا المجهود المتواصل وعلى هذه الاستمراريه في الاحتفاء بالشعر وبالشعراء. طبعا للتكريم دائما نكهه خاصه، نكهة استثنائية بكل المقاييس، وخاصة إذا كرمت مع أصحاب نفس التوجه ونفس الحرفة، يعني أن يكرمك الشعراء، أن يكرمك بيت الشعر أو دار الشعر، أن تكرمك فلهذا التكريم نكهة خاصة. ثانيا، أتى هذا التكريم في مدينة لها دلالتها الخاصة، دلالة الأصالة، العراقة، العلم، الفن، الشعر، فماذا أرجو أكثر؟ شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.